بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السيدات الكرام، الأخوة الكرام، يسعدني أن أكون معكم في هذا اليوم لأشارك المجلس الأعلى للتكنولوجيا والاتصالات في هذا الحدث المهم من أجل زيادة الوعي في مواضيع تتعلق بالتسويق الإلكتروني والخدمات المقدمة على الإنترنت. بداية أعرف بنفسي، فكما قدمني الأخ محمد، أنا اسمي المهندس رامي عدوان، نائب الرئيس التنفيذي في شركة تعمير. وعندما أقدم نفسي بهذه الصفة، لعل البعض يتساءل ما دخل شخص يعمل في مجال العقارات والتطوير العقاري في التسويق الإلكتروني. فهنا يجب التوضيح بأنني عملت لأكثر من 15 سنة في مجال التطوير التقني، أنظمة المعلومات، أنظمة البرمجيات المتعلقة في الإنترنت والأتمتة بشكل عام. وقد قمت ونفذت مشاريع كبيرة في العديد من بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة وحتى في قطر، وهذه كانت تجربة أفتخر فيها. ثم انتقلت إلى مجال التسويق العقاري، فلذلك عندما أتحدث اليوم أتحدث بصفتي رجل يعمل في كلا المجالين، التسويق وعلى خلفية طويلة وعميقة في أنظمة المعلومات، ولا أزال أمارس عملي كمستشار أنظمة المعلومات لبعض الشركات في المنطقة. عندما نتحدث عن التسويق الإلكتروني، من المفيد أن نرى كيف تم الجمع بين الكلمتين، كلمة التسويق والإلكتروني أو أنظمة المعلومات بشكل عام. وفي هذا المجال فأنا عندي هدف واحد اليوم من هذه المحاضرة، وهو أن أوضح لكم كيف أن الخروج إلى عالم تقديم الخدمات الإلكترونية هو موضوع سهل، مفيد، حتمي، وأنها رحلة مستمرة ومتطورة ولن تبدأ وتتوقف عند نقطة. فقد تغيرت أنماط المستهلكين، وتغيرت أدوات التجارة، وتغيرت أدوات المعلومات في العالم بطريقة أصبح التعامل مع الإنترنت كوسيلة وصول للمستهلكين والشركاء في التجارة والأعمال أمر حتمي لا مناص من الخروج إليه. وعندما نتحدث عن التسويق الإلكتروني، نتحدث عن التسويق وأنظمة المعلومات. التسويق علم قائم بذاته، بحاجة لأي شركة أو أي فرد أو أي مؤسسة أن تعرف ماذا تريد كأهداف لهذه الشركة، سواء من خلال التعامل الإلكتروني أو الوسائل التقليدية للوصول إلى المنتفعين من خدمات هذه الشركة. وكذلك عندما نتحدث عن الإلكترونيات، نتحدث عن أتمتة الشركات، الفول أوتوميشن، من خلال أنظمة الباك أوفيس كما تسمى، أو المكاتب الخلفية اللي هي أتمتت أعمال الشركة بالطريقة التقليدية. نتحدث عن استخدام أدوات تقنية متطورة لتقديم الخدمات والوصول إلى المستهلكين. وعندما نجمع بين التسويق والإلكترونية مع بعض، نتحدث عن استخدام أدوات التقنية لتنفيذ أهداف الخطة التسويقية لأي شركة. سوف نقدم هذا الموضوع من خلال استعراض بندين أساسيين. البند الأول يبدأ بالتعريف بالتسويق الإلكتروني كمفهوم عام وفوائده ومعيقاته، ثم ننتقل إلى مراحل تنفيذ استراتيجية للتسويق الإلكتروني من خلال الإعداد، استخدام التقنية، الخطوات اللازمة للتفعيل والاستفادة القصوى، ثم للمراقبة والتحديث أو للقياس والمراقبة والتحديث. الشق الأول سيكون معلومات أو معلوماتي بشكل عام للاستفادة للجميع إن شاء الله. الشق الثاني سيكون عملاني أكثر من الشق الأول، بحيث نقدم خطوات تكون أقرب إلى تسهيل تنفيذ استراتيجية للمستمعين الكرام. ما أود التأكيد عليه في هذه المحاضرة أن هذه ليست محاضرة تقنية بالدرجة الأولى، فلن نتحدث عن software programs أو برمجيات، ولا عن أجهزة خادم حاسوبي وما إلى ذلك، ولا نتحدث بتفصيل عن التسويق. سنتحدث عن خليط من الاثنين بغرض إقناعكم بأن الموضوع مهم وسهل للتطبيق. لا يخفى على أحد أن الإنترنت أصبحت وسيلة دارجة ومعروفة ومعتمدة للحصول على المعلومات في العالم. حتى الناس الأكثر أو الأقل دراية واطلاعا على المجال الإلكتروني والمعلوماتي
صاروا يسمعوا على الانترنت. فنجد في اغلب المنازل حتى الجده الاكبر سنا ترى حفيدها يتصفح الانترنت، يستمع للموسيقى، يقرا مقالات، وهي تعرف انه يفعل ذلك على الانترنت، وحتى لو هي نفسها ما كانت تعرف ماذا يفعل. ونرى الاب يطلب من ابنه ان يرفع له مقال على الانترنت، او قد سمع عن منتج معين في دولة معينة فيطلب منه أن يحضر له مطبوعات عن هذا الموضوع إذا كان هو لا يعرف كيف يستخدم الإنترنت. فالإنترنت لم تعد شيء جديد منذ بداية التسعينات عندما بدأت بالانتشار إلى زيادة الباندويث أو المجال لنطاق التوصيل تدريجيا مع الزمن، صارت موضوع دارج جدا. هذا عند الناس الأقل دراية، لكن أغلبنا اليوم، أغلب الحضور كما أعتقد صاروا لهم تعامل مباشر مع الانترنت. في العديد منا بيطلبوا كتب من مواقع مثل amazon.com، بعضهم بيشتري منتجات من ebay.com، بعضنا نفذ تعاملات الكترونيه على الحكومه الالكترونيه القطريه او في بلدان مختلفه حسب الحاجه. فكل شخص فينا هو صار له تجربه مع الانترنت. حتى الشركات الاقل مكنني او اقل نمو وتقدم تكنولوجي صار لها تجربه، فهي تستخدم الإيميل بشكل مستمر سواء داخل الشركة أو مع الجهات الخارجية، حتى وإن كانت لا تزال تعاني من عملية الانتقال بالكامل من المجتمع الورقي أو النظام التعامل الورقي إلى نظام تعامل الإنترنت. الإنترنت صارت وسيلة متاحة موجودة سهلة الاستخدام، والكل عم ينتفع وبيستخدم الإنترنت في هذه الأيام. لذلك عندما نتحدث عن التسويق الإلكتروني نتحدث عن خطوة أبعد من مجرد الدراية في الإنترنت، نتحدث عن استخدام هذا الوسط المتاح بغزارة لمنفعة الأعمال. بداية من المقدمة من أستعرض بعض المصطلحات التقنية اللي درجت كثير في عالم الإنترنت، وفي هذه اللحظة أنا بدي أقدم زي ما أقول توضيح بسيط للحضور. بدون شك الحضور كبير، وبعرف أن المستويات رح تتفاوت، البعض سيكون عنده خبرة أكثر من البعض الآخر، لذلك إذا حس البعض أنه في نوع من التبسيط الزايد أو التقدم الزايد أرجو أن تعذروني، فمش سهل أنه أي إنسان يحاول يقدم شيء لكل الناس في لحظة واحدة. نسمع اليوم عن مصطلحات التجارة الإلكترونية، المعاملات البنكية الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، وإذا ترجمت إلى اللغة الإنجليزية نتحدث عن Online Government Services، Online Banking، Online Commerce، E-Commerce، تبادل في هذه المصطلحات، Internet Commerce، etc. إذا طلعنا على كل هذه الخدمات اللي موجودة فإحنا نجد هناك نمط واحد داخل كل هذه الخدمات، تدرج منطقي، قطاعات مختلفة تقدم معلومات للمنتفعين من خدماتها، سواء كانت معلومات عن أماكن العمل، مواقع الشركات، خدمات الشركات، الوثائق المطلوبة لإنجاز مهمة أو عملية معينة، هذا في أبسط أشكاله. ثم تنتقل إلى المستوى الأعلى اللي هو التفاعل الإلكتروني. عندما نتحدث عن التفاعل الإلكتروني نتحدث عن نوع من أنواع التخاطب غير الآلي أو غير الفوري بين الشركة والمستخدمين، كأن يكون على سبيل المثال هناك إمكانية للتغذية المنتجعة إيميل فيدباك فورم، بحيث ممكن أنه أي مستخدم أو زائر لموقع إلكتروني أن يبعث استفسار، وفي مقابل هذا الاستفسار بإمكانه الشركة أن تجيب على استفساراته بطريقة توضح ما هو مطلوب لمعاملة أو لطلب. وكان هذا التفاعل الإلكتروني هو بداية الخدمات الإلكترونية. مش كل الشركات اللي دخلت على عالم الخدمات الإلكترونية سواء كانت حكومية أو تجارية بدأت من تقديم خدمات على الإنترنت بشكل فوري ومؤتمن تماما. أنا مثلا على سبيل المثال كنت أشتري من أحد المواقع في بريطانيا من خلال ميل أوردر، كنت أخذ المخاطرة، بعرف الكل بيقولوا أنك تحط كريدت كارد أو رقم بطاقة الائتمان بالبريد الإلكتروني في مخاطرة، أنا كنت قابل لهذه المخاطرة فكنت أبعث الطلب اللي بدي إياه وأبعث رقم الكريدت كارد وكانوا يبعثوا لي اللي بدي إياه. الغرض من ذكر هذا الموضوع تحديدا هو تسهيل القفز إلى موضوع التعاملات الإلكترونية، وإن كان لا ينصح به بالشكل اللي أنا كنت بتعامل لكنه ممكن. ف
فمش ضروري الإنسان إنه يفكر أنا لازم يكون عندي كل شيء أو لا شيء. ثم إذا انتقلنا من التفاعل الإلكتروني اللي هي تبادل المعلومات بين الطرفين، ننتقل إلى المستوى المتقدم بعد ذلك اللي هو الخدمات الإلكترونية online services, online transactions. بإمكان أي شخص في أي قطاع من القطاعات أن يطلب خدمة مباشرة. على سبيل المثال حجز فندق في دولة أجنبية، على سبيل المثال شراء تذكرة سينما في بعض البلدان الأجنبية، على سبيل المثال تسديد فواتير الكهرباء والماء على الإنترنت أو دفع فواتير الهاتف، أو على سبيل المثال طلب فيزا لدولة قطر. فعندما نتحدث عن إنترنت Online, E كلها مصطلحات تستخدم بتبادل للدلالة على إما تقديم المعلومات أو التفاعل الإلكتروني أو تقديم الخدمات على الإنترنت من قطاعات عمل مختلفة. بدون شك في قطاعات أكثر نضج من قطاعات أخرى. قطاع البنوك من أحد القطاعات اللي كثير ناضجة بحكم أنه عندهم أموال كثيرة متوفرة عندهم، فبالتالي عندهم إمكانية أن يقدموا الخدمات بشكل أفضل. قطاع الطيران اليوم في شبكات عالمية قبل الإنترنت تشبك شركات الطيران مع مكاتب وموزعين مبيعات الطيران شركات الطيران. ففي نضج في الاندستري في المهنة في الصناعة قبل ما دخلت الإنترنت حتى. لكن مع الزمن المستهلك صار يتطلب شغلات مختلفة. في الماضي كان أي حد من المستهلكين ما عنده مانع إنه يروح، بدي أعطي مثال من الحياة اليومية، يروح على المخبز في مكان، ينتقل إلى اللحام والجزار في مكان آخر، ثم ينتقل إلى بائع الخضار في مكان ثالث. مع الزمن دخل نمط جديد اللي هو نمط السوبر ماركت. الشخص بيروح على مكان واحد اللي يتسوق لكل شيء مرة واحدة. ثم مع الزمن تطور دخلت تجربة المولز أو المحلات التجارية، الأسواق التجارية المتجمعة. فصار أي شخص يروح على مكان واحد وبده يشتري الأغذية، الألبسة، ويقعد مع أولاده ويقضي وقت جميل، فتطورت التجربة. وهذا شيء طبيعي في تطور سلوك المستهلكين. وإذا اطلعنا على مثال آخر، نطلع على دليل الهاتف. كنا في الزمانات كل واحد فينا عنده في البيت دليل التليفون، كتاب ضخم جدا، بدنا نطلع رامي عدوان ونشوف عين 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 ألف 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 باء عين باء عين اتسترى حتى ما نوصل للدال، ثم مشتقات وإفرازات وبطلع لنا رقم. وفي كثير من الأوقات كان يكون الرقم خطأ أو مش صحيح أو إنه تغير، وما في مجال إنه دليل التليفون يطبع كل عدد من السنوات مش بشكل دوري. مع الوقت صرنا نتصل في مركز الاستقبال عامل المقصر، لو سمحت أعطيني تليفون رامي عدوان. فقل استخدام دليل الهاتف، وصار إنه أغلب شركات الهاتف في العالم لا تطبع دليل الهاتف في هذه الأوقات. مع الوقت صاروا الناس ما بدهم حتى يحكوا مع عامل الاستقبال. في البلاد الأجنبية خذوا بريطانيا، خذوا أمريكا، كندا، 411.com 411.ca تحط الاسم بيطلع لك مشتقات منه، بتحط المنطقة بيحدد لك من هو تحديدا، ولعله في هذيك اللحظة بيطلع لك عدد كبير من الشركات اللي لطت على هذا البحث وبتصير تقدم لك خدمات. هل هو زميل لك في الدراسة؟ هل تبحث عن شركة تعمل في مجال عمله؟ هل 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 فتطورت أدوات الاتصال. بدي أخذ مثل أقرب اليوم على تطور سلوك المستهلكين. اليوم أغلب الناس بتطلع بتجي بتقضي إجازاتها الصيفية في بلاد عالم مختلفة. كنا في الماضي لما بدنا نطلع نسافر نتصل بهالأهل، إذا كان واحد عنده أهل في بيروت وين بتحجزوا لنا؟ هون في الكومودور الميريديان، في الفينيسيا، في أي مكان من هالفنادق. اليوم حدا بيعرفه، ما حدا بيغلب أهله. صرنا نروح على مكاتب السياحة، وبطلنا نروح على مكاتب السياحة إلا لما بدنا نحجز نحجز مرات. لكن كثير منا اليوم بيروح على أي بلد في العالم بيفتح على المواقع الإلكترونية بيشوف الخدمات المواقع المتاحة، بيطلع على الفنادق بيستعرضها، بيشوف إيش الخصومات والعروض المميزة اللي تقدمها، بيستفسر على كل مرافق الترفيه حوالين منطقة الفندق والبلد اللي هو رايحها، بيحجز تذاكر السينما، بيحجز تذاكر المسرح، بيحجز تذاكر الطيران، كل شيء أونلاين. النمط تغير، التوقعات تغيرت. اللي بيتوقع اليوم يجي إنه يلاقي نفس السلوك الماضي وإنه ينجح في المستقبل بنفس أدوات الماضي واحد. لا يمكن الاستمرار في هذا الطريق. بالإضافة إلى إنه العملاء صاروا أكثر تطلب، أنا بدي أركز على نقطة مهمة هون، إنه العملاء
صاروا أكثر تطوعاً لخدمة الشركات الناجحة. أوكي؟ فاليوم إذا بتروحوا على كثير من المواقع الإلكترونية ستجدوا إنه في العملاء بيحبوا يساعدوا الشركات اللي ساعدتهم وأسعدتهم. بتروحوا على فندق معين ستجدوا ريفيوز أو مراجعات أو آراء من المستخدمين تدل على أساس إنه والله إحنا جربنا فندق ريتز كارلتون في الدوحة عجبنا، عندهم مطعم طلياني جيد، في عندهم مسبح جيد، السبا مش بطالة، فندق جيد، الخدمة جيدة، ألخ 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 من هذه المفردات. فمش بس الكلاينتس عمالهم هو الزبائن عمالهم بيطلبوا منكم، لا هم صاروا أكثر استعدادا إنهم يعطوكم في المقابل، وهذا نمط مهم جدا أنتم بحاجة إلى أنكم تستفيدوا منه. أعطي مثال البحث عن مطعم في الدوحة، ريستورنت الدوحة، بيطلع لك 433 ألف نتيجة للبحث. هل هذول 433 ألف كلهم في الدوحة؟ لا طبعاً، هذا مجرد بحث عام. بنأخذ أول أول خالي بس ما بتبين على الشاشة اللي هي الفيرتشوال تورست. فيرتشوال تورست ويب سايت عالمي بيفوتوا عليه كثير من الناس، بيحاولوا انهم يعطوا معلومات على الاماكن اللي زاروها. فلما بنفوت على هذا السايت بنلاحظ انه المطعم الطلياني اللي بفندق الموفن بيك اللي اقرب لجهه المطار ماخذ ريفيوز مميزه جدا، وبعض الناس كاتبه عنه شيء جيد، لكن في المقابل المطعم الطلياني اللي بالشرق واللي بالريتز مش مكتوب عنهم ولا شيء. ليش؟ لانه في ناس عرفت كيف تروح تحط الانتريز تبعها او الادخالات تبعتها على هذه المواقع الالكترونيه بغرض الترويج. قد يكون في الدوحه انه نحن اولاد الدوحه كلنا عارفين البلد وعن اماكننا المفضله، هذا شيء سهل. لكن لناخذ الحاله المعاكسه للسائح بده يجي على الدوحه وبده يرتب خطته وبده يعمل له كم برنامج ليوم جديد. لما بفوت على فيرتشوال تورست بشوف الموف بيك وريفيوز عاليه جدا بيروح عندهم. ونفس الشيء ينطبق عليكم انتم لما بتكونوا بتروحوا على بلاد اجنبيه كمان. بتشوفوا ايش الاماكن الموجوده، انت ما بتعرف كل شيء بكل بلد اجنبي زي انا، بتطلع على الانترنت بدور على الاشياء المميزه وبمشي فيها. بروح على ويب سايت ثاني، بدي ارجع هون على ثاني انتري اللي هي قطر اونلاين، ويب سايت معمول لخدمه قطر. بدور على المطاعم بلاقي ما فيه ولا ادخال لاي مطعم اطلاقا. هذا قطر اونلاين، المفروض لما واحد بيقرا فيرتشوال تورست او قطر اونلاين يروح على قطر اونلاين ما يروح على فيرتشوال تورست. بيفترض انه ويب سايت مدار ومحدث بشكل مستمر، لكن لا يوجد نتائج. البحث عن شريك للتجاره، انا بالاردن بدي شريك للتجاره من قطر، بدور تريدنج كومبانيز. ما بعرف حدا، بعرف في اسماء بعض الشركات الجابر مدماك الخ 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 فرضا، لكن ما بعرف شو بيعملوا. فبدخل الشركه دوحه تريدنج كومبانيز، بيطلع لي قائمة على ويب سايت اسمه qatar.com فيها استعراض لأسماء شركات. ايش استفدت انا من هاي الشركات؟ هذا الويب سايت لا يقدم معلومات كثيرة وإدراجات محدودة جدا. ايش صار النقطة اللي عملنا من وسط الهضوم؟ اليوم في تطلعات، الناس تبحث عليكم على الإنترنت، الناس بدها تساعدكم على الإنترنت، لازم تكونوا موجودين على الإنترنت حتى تقدروا تستفيدوا. بطلت نظام زمان اللي الناس تروح على القنصليات التجارية إلا محدود، بيفوتوا بمرحلة متقدمة يسبق دخول القنصليات التجارية والاعتمادات والتبادلات التجارية الكثير من البحث على الإنترنت اليوم. فإذا أنتم قدرتوا أنكم تخلقوا وجودكم وتقتنعوا بفكرة التسويق الإلكتروني فأنتم تحققوا لأنفسكم عدد كبير من المكاسب. سهولة الوصول إليكم في قطر وخارجها، الموضوع ليس محدد بأن القطريين أو سكان قطر يبحثوا عن شركات داخل قطر. على العكس، إذا في ميزة للإنترنت هي عموميتها وعالميتها بشكل كبير. عملنا نحكي على شخص بأمريكا بيدور على معلومة عن قطر، إن كان بحث، إن كان فندق، إن كان مطعم، إن كان شركة تسويق عقاري، أياً ما يكون. ومش بحاجة يكون عندكم موظف 24 ساعة ومركز استقبال لحتى تاخذوا مكالمات الناس في أي وقت. على الانترنت بتقدروا تاخذوا المكالمات في اي ساعه. بامكانكم من خلال تصميم خدمات على الانترنت بشكل جيد انه تقدموا معلومات موجهه بشكل افضل. انا لنفترض شركه او جامعه معينه بدي استقطب الطلاب القطريين، الطلاب العرب، الطلاب الاجانب. فلكل واحد من هذول في لغه بدي اتحدث معه فيها. للطالب العربي انا بدي احكي بلغه تسويقيه بتنافس مع الامريكان يونيفرستي اوف بيروت الاي يو بي، مع الـ AUC بالقاهرة.
مع كل هذه الجهات المختلفة، مع الطالب الأجنبي بدي أقنعه بجمال تجربة الدراسة في بلد عربي والتعرف على الثقافة الشرقية. مش سهل إعطاء كل هاي المعلومات بالطرق التقليدية. الإنترنت تعطيكم هذا المجال لحتى تصمموا هاي الخدمات بشكل مميز وقوي. أهم من هذا كله أو بالإضافة لهذا كله القدرة على قياس العائد. اليوم لما الناس بتتصل مع أي شخص أو مع أي شركة مكالمة أجت وراحت، لكن من خلال الإنترنت والأدوات التقنية الموجودة اليوم بإمكان إنه قياس عدد المكالمات، عدد المكالمات اللي تمخض عنها بزنس أو عمل حقيقي وما إلى ذلك. وكل هذا يأتي على خلفية دفع مبلغ أقل وكلفة أقل. إذا بلشنا من هذه النقطة الأولى اللي هي تقديم معلومات بطريقة جيدة ومستمرة وواضحة مع القدرة على أخذ التغذية المرتجعة وقياسها، بإمكاننا نطور فيما بعد لما هو أفضل، إدخال إمكانية تنفيذ العمليات والتعاملات على الإنترنت وكعملية أتمتة مستمرة. الشركات اللي تستثمر في التقنية عندها في التكنولوجيا من خلال أنظمة إدارة الموارد المتكاملة ERP أو من خلال أنظمة إدارة العملاء CRM بإمكانها برضو أن تستفيد بشكل أكبر. بدي أعطي بعض تجارب التسوق الإلكتروني أو التسويق الإلكتروني في العالم. بإمكان أن نحن نقسم على محورين أساسيين في حد أدنى: محور الدول الأكثر تقدماً في تقنية المعلومات والدول الأقل تقدماً، ثم في عمل المؤسسات والشركات الكبيرة والمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة. تقليدياً البنوك، شركات الاتصالات، شركات الطيران، المؤسسات الضخمة في العالم سواء في الشرق الأوسط أو في العالم كانت هي الأكثر سبقاً لتطبيق تقنيات الإنترنت. ليش؟ بحكم الموارد عندنا. حتى وإن كان في العالم الأكثر تقدماً سبقونا، لكن بلادنا حققت شوط جيد، فأغلب البنوك اليوم تقدم خدمات التعامل أو إنجاز المعاملات البنكية على الإنترنت. شركات الطيران حتى في بلادنا أغلبها تقدم إمكانية شراء التذاكر من خلال الإنترنت، فالموضوع صار سهل. الفرق بيصير واضح لما بنحكي على الشركات المتوسطة والصغيرة. في بلادنا لا يزال في فرق واضح وتخلف واضح عن العالم الأجنبي في الشركات المتوسطة والصغيرة. الإيكوميرس في العالم العربي لا يزال في بداياته وهو طفل رضيع. مهما قلنا أنه صار فيه والله في قطر، في دبي، في الأردن، في كل البلاد العربية، لا يزال كحجم وكمية ونوع أقل كثير من الدول المتقدمة. فلما نطلع نحكي في الشركات الكبيرة خلص دخل معلومات وتعاملات، أما الشركات الأصغر فإحنا في العالم العربي أو في دول أقل تقدم في مجال الإنترنت لا نزال نركز على موضوع المعلومات دون التعاملات الإلكترونية. وهذا تعميم دقيق إلى حد كبير حتى وإن وجدت اختلافات. من الأمثلة اللي عمالنا نحكي عنها المؤسسات الكبيرة، عم نحكي في السعودية مبادرة السداد لتسديد الفواتير عن بيل بريزنتمنت، عم نحكي مثلا على الحواسيب المنزلية اللي هي CITC أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في السعودية، بيع الكمبيوترات لكل أسرة من خلال الإنترنت والموزعين. في الدول المتقدمة شركة دل كمبيوترز أونلاين بتبيع الكمبيوترز تبعتها على الإنترنت، شركة أمازون كتب وبضائع كثيرة، DVDs أدوات إلكترونية، شواب تبادل والتعامل في الأسهم على الإنترنت، فورستر ريسيرش على الإنترنت، إكسبيديا حجوزات سفر وطيران على الإنترنت. ألا ففي العديد من الشركات. أما في مستوى القطاع الأصغر فإحنا بنلاحظ مثلاً إنه اليوم في البلاد الأجنبية في شركات بتبيع الأغذية، وكذلك تسوق المأكولات البيتية ممكن أنها تصير على الإنترنت وصارت تدرج شوي شوي. شوكولاتة، مسارح، فنادق صغيرة، بيد أند بريكفاست، مش الأوتيلات الكبيرة الفور سيزونز والريتز والإنتر والشيراتون. لا، أنا بدي أروح على كندا بدي أقضي الصيف في واحدة من المقاطعات اللي هناك، بدي أدور على الفنادق الصغيرة جداً صارت مهمة خدماتها على الإنترنت مع إمكانية الدفع والحجز. أما في العالم العربي لا تزال إمكانية التسوق على الإنترنت محدودة. في بعض البورتلز أو البوابات الإلكترونية وجدت مثل توفير.com وغيرها سوق العرب.com، لكنها تجارب بدائية، كان في كليك أند ديليفر، أريجل، محدودة. في كتير قدامكم فرصة حتى تستفيدوا إذا بدكم تكونوا مبادرين اليوم في هذا المجال. أما قطر على الإنترنت فهي يعني تتبع نفس النمطية، الشركات الكبيرة لها وجود، الشركات الصغيرة أقل وجوداً.
فلما بنيجي بنحكي مثلا بدنا ندور على اونلاين ترانزاكشن بقطر في احد الويب سايتس المهمه بنلاقي ما في ادراجات، في حين لو بدنا ندور على المعلومات فقط انك القطري مول بيقدم كميه كبيره من المعلومات وعرض البضائع بدون القدره على التسوق على الانترنت. في الامارات العربيه في عدد من الويب سايتس اوريدي صارت موجوده وبتقدم خدمات البيع ان كان كتب الكترونيات وما الى ذلك. لما نطلع على محيقات التسوق الالكتروني او التسويق الالكتروني في العالم العربي لهذه اللحظه فبنقدر نقول التغير التدريجي في انماط الاستهلاك، العالم الغربي قطع شوط التكنولوجيا اعلى منا بكثير، فبالتالي صار مثلا لما بنحكي على بلاد زي الدنمارك، كندا، السويد، بريطانيا، الولايات المتحده صار في سهوله في الحصول على الكمبيوترات الفرديه، الوصول الى الانترنت، الدخول الى البوابات الالكترونيه واستخدام التقنيه الحديثه. لسه بلادنا شوي شوي عماله بتدرج، اليوم لما بنطلع على نسبه المستخدمين للانترنت في قطر هي امبارح كنا بنتناقش الرابعه في المنطقه تقريبا، لكنها من اعلى نسب استخدام الانترنت في المنطقه العربيه. لكن مقارنة بالأرقام اللي بنلاقيها في الولايات المتحدة والدنمارك وبريطانيا اللي هم أكثر تقدما وكندا لا تزال متواضعة بالأرقام. بشكل عام في استصعاب لفكرة تقديم الخدمة الإلكترونية، اليوم أغلب الشركات الصغيرة لما بنيجي بنحكي معها المتوسطة بتقول لك شو بدي فيها؟ وهلا بدي لسه أستثمر وبدي أحمل وبدي أشتري وبدي أدفع وشو رح يجيني منها؟ كم واحد رح يجي يسألني؟ مش هذا التفكير، العالم كله عم يتغير شوي شوي رح يصير هذا هو النمط الوحيد لإنجاز الأعمال. وهذا برضو يأتي في هذا التقدير لقيمتها، الكثير بفكر في أنه أنا السوق القطري مثلا يأتي عن مليون إنسان ممكن يفوت هذا الpopulation العدد المستخدمين 200-300 ألف شو بده يجيني منهم؟ العالم أوسع من هذا الموضوع، أوسع بكثير. قلة المبالغ المرصودة، في كثير من الشركات لم تحسب حساب انها ترصد مبالغ حتى تفوت على الانترنت، اذا بتقول لهم هدي عندكم موازنه للصرف على انظمه المعلومات بقول لك مبلغ معين لكن بدنا نشتري فيه نظام اداره موارد متكامله او نظام اداره المبيعات او نظام محاسبي وما الى ذلك، ففي اولويات بتختلف. بالاضافه لهيك توافر اليات الدفع على الانترنت، جديد صار في بعض الوسائل على الانترنت الدفع مثل قطر ناشونال بانك، مثل لما بنحكي مثلا البنك التجاري، عم نحكي على باي 1 من الاردن بتقدم خدماتها في المنطقه، موجودين وسائل الدفع على الانترنت ببساطه، بالاضافه لهي شركات عالميه زي باي بال صارت تقدم هذه الخدمات. حدثتكم بشكل معلوماتي بسيط، اليوم الكل عم يدور عليكم على الانترنت، اليوم في اماكن مختصه في تقديم المعلومات، بوابات الكترونيه متطوره تسمح بادراج المستخدمين، تسجيلهم والسماح لهم بإبداء آرائهم عن شركاتكم، بإعطاء توصيات عنكم كشركات جيدة أو غير جيدة، وهدول الناس اللي بدكم تحاولوا تستخدموهم وتستفيدوا منهم. إذا سلمنا بأنه في ضرورة للولوج لعالم التسويق الإلكتروني، صار في ضرورة نتحدث عن كيف التنفيذ. الموضوع زي أي موضوع ثاني، الإعداد، تطبيق حلول تقنية، تفعيل الخدمة والاستفادة القصوى، ثم القياس والتطوير المستمر. نبدأ من حضر، من نفذ، من قيس أو من optimization تفعيل، ثم من قيس ما أنجزناه، ونحاول نطور بشكل مستمر دائما. نبدأ بالأعداد المسبق. اختيار الفريق. أي شركة بدها تفوت على مجال التقنية الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني بحاجة أن يكون عندها مالك لهذه المبادرة داخل الشركة، منفذ، شخص مسؤول من الألف للياء عن إنجاز هذه المبادرة. ومش عم نحكي هلا يجي المدير العام يقول أنا سبونسر اللي يصير، لا، اختار شخص عنده مساحة أكثر من الحركة، عنده بدنا نسميها خبرة أكثر في مجال التقنية، مش خبير لكن عنده قدرة على التعاطي مع هاي المفاهيم ومع شركات أخرى. ومش بالضروره هذا الشخص انه يكون من انظمه المعلومات ودائره انظمه المعلومات، على العكس. انا بدي اكد هون على نقطه مهمه، التسويق الالكتروني هو تسويق باستخدام وسائل الكترونيه، فروحه هو التسويق، فلازم يكون شخص بيعرف اهداف الشركه التسويقيه، درايه بمنتجاتها، درايه بمنافسينها، درايه باسواقها، وهذا الشخص هو اللي بيكون الافضل انه يمتلك هذه المبادره ويستعين ان وجد بشخص من انظمه المعلومات او بدنا نسميه الخبير التقني ب
بين قوسين اللهلوب يعني اللي بالشركة اللي بيعرف بالتكنولوجيا. تحديد الأهداف والفئات المستهدفة، إيش اللي بدكم إياه من الإنترنت؟ بدكم تعرفوا من شركتكم ومنتجاتكم، بدكم تحببوا من منتجكم، بدكم ترفعوا كفاءة التعامل وسرعة إنجاز المعاملات، بدكم تفوتوا أسواق جديدة. هاي كلها أمثلة، لاحظوا هذه مش تقنية اللي عم بحكي فيها، هذه أمور تسويقية معتادة سموها market penetration وما إلى ذلك، or new product launch وما يتبع. فكل هاي الشغلات بدها تكون واضحة، ليش بدنا نستخدم الويب سايت تبعنا. إذا حددنا هاي الأهداف يصير الانتقال للخطوة اللي وراها سهل، صار عندي مالك، صار عندي هدف. بعدين بدي أفوت بالمشكلة الكبيرة، تكنولوجيا. طيب بدي أنا أعمل إنترنت سيرفرز، بدي أروح أشتري سيرفرز خوادم، بدي أحط لهم أنظمة أمن، بدي أتعامل مع نظام دفع على الإنترنت، بدي أشتري برمجيات سواء كانت من بس أنظمة تشغيل أو أنظمة أبليكيشن سيرفرز كما تسمى، أو برمجيات مصممة خصيصا لي. بدي أعين ناس تتعامل وتدير وتعمل صيانة لهذه الأنظمة، بدي أشبك مع الإنترنت في ربط عالي السرعة، بدي أتبع الإجراءات المثلى. صارت مشكلة. طب ما قلنا التسويق حلو، ليش كل هالمشاكل هاي؟ بدي أدور على كل المشتريات، مهمة صعبة، مكونات كثيرة، مبالغ كثيرة، ما عندي مهارات، طب أنا من وين بدي أبدأ؟ وهذا واحد من العوائق الكثيرة اللي بتمنع الشركات الصغيرة اليوم إنها تبدأ حقيقة. مجرد استصعاب الفكرة وعدم الدراية وين بدي يوقفوا. واللي بقول لكم إياه إنه شركات عشان تطبق التسويق الإلكتروني مهمة مش هالاتصال، بل على العكس تماما. اليوم العالم قطع شوط طويل، حتى قطر اللي هي من أكثر الدول اللي أسمى تقدم في مجال التقنية في العالم العربي قطعت شوط كبير. ما فيش داعي حتى تكونوا كشركة مؤتمتين بالكامل، مش مطلوب منكم أنظمة إدارة موارد، مش مطلوب أنظمة إدارة عملاء، مش مطلوب منكم برامج محاسبة إنها تكون موجودة، مش مطلوب ولا شيء. مطلوب تقدير لأهمية التسويق الإلكتروني كنظام للحياة والتجارة والتعامل في المستقبل، ثم القرار بأنه نسير بهذا الموضوع. الحد الأدنى المطلوب هو تعيين شخص منسق، وبعد ذلك كل شيء يأتي. بعد اعتماد المنسق يصير مطلوب اعتماد شريك في تنفيذ التقنية. أنتم كشركة إذا لنفترض ما عندكم IT department أو دائرة أنظمة معلومات متطورة، أنتم مش بحاجة حتى تستثمروا وخلق نظام جديد. إذا أجى بعدين تكون مش مشكلة، لكن أنتم بحاجة لاختيار شريك في التنفيذ، واحدة من الشركات اللي موجودة في السوق القطري لتنفيذ أنظمة المعلومات. ببساطة وللغاية هي ويب ديزاين كومباني. هذول الناس لما بيجوا معكم صاروا منفذين هذه المشاريع أكثر من مرة، صاروا بيقدروا ينصحوكم يرشدوكم. بقول لك أنت بحاجة إنك تعمل الخدمة الفلانية، هاي أنظمة على الخدمات المقابلة، هاي الإجراءات المثلى تبعتكم. هذا الشخص بعد النقاشات معكم وبعد استقصاء من طرف أصحاب العمل والخبراء في المهنة بيحط لكم المواصفات المطلوبة، بيعطيكم توصيات ومقترحات، بيعطيكم proposals أو عروض أدي بتكلف إذا بدكم تعملوا شيء معين، فبالتالي بيعطيكم العملية كاملة. بيقولكم هل إنه تعملوا hosting في الويب سايت الفلاني، إنه تحتضنوا مع الويب سايت تبعكم في الموقع الفلاني أو في الموقع الآخر في أمريكا، في كندا، في بريطانيا، في سويسرا، ولا تحتضنوا في قطر؟ هل إنكم تحطوا نظام الحماية الفلاني؟ هل إنكم تعملوا معلوماتي أم تفاعلي أم خدماتي من المرة الواحدة؟ بيختار لكم مشغل للPayment Gateway أو أنظمة الدفع أونلاين. فالشريك شخص استثمر في نفسه، نفذ عدد من هاي المبادرات، خبير جدا بيقدر يرشدكم. المطلوب شخص من عندكم ليقدر يحكي معه ويستعرض وما يكون عنده أي خجل أو تردد في أنه يسأل الأسئلة التي قد تبدو غير ذكية لهذا الشريك. ملاحظات: علشان الواحد ينفذ أي سياسة للتسويق الإلكتروني مش مطلوب منه يشتري برمجيات كثيرة. اليوم في كثير من البرمجيات موجودة على الإنترنت مجانا، وأحدها من أهم أنظمة إدارات المحتوى وإدارات المواقع الإلكترونية هو موقع جملة.com.
تقدر تشتروا منه او تاخذوا تعملوا داونلود مجاني لنظام اداره محتوى قوي جدا، بحط لكم الصور، بحط لكم الفيدباك، بحط تفاعل، ايش بدكم مجاني، وهذا النظام موجود جدا. يوجد عدد هائل من الشركات داخل البلدان العربيه وخارجها اللي بتقدم خدمات الاحتضان. اليوم اذا مثلا اعملوا سيرش على جوجل اللي بيعرف يستخدم الانترنت توب 10 هوستنج كومبانيز، راح يطلع لكم مونستر هوست، لونر سيرفيسز، اتسترا اتسترا اتسترا. شركات كبيره في العالم بتقول لك انت بس اعطيني الفايلات تبعك اللي بصممها الويب ديزاينر وانا بحط لك اياها. بدك داتا بيسز بنعطيك، بدك 2500 ايميل بعطيك، بدك سرعه تنفيذ بعطيك، بدك احتضان لكميه هائله من المعلومات او حتى تقديم فيديو راديو البث الاذاعي على الانترنت او ايش ما كان بعطيك. سهل موجوده، واليوم الكل يتنافس في تقديم العروض، حتى قد تكون من $5 في الشهر كحد ادنى. $5 في الشهر، يعني مجرد ما اي شركه فيكم عملت استثمار مبدئي لا يزيد عن 20,000 ريال قطري في حد الادنى، $5 في الشهر بامكانه انه يكون عنده موقع ذا كفاءه عاليه جدا. لا يمكن ان يسمح لهم اسهل من هيك. من ناحيه الناس اللي بتقول لك طب كيف بدي استلم فلوس اونلاين او ابيع بضاعتي اونلاين، اليوم في كثير من الشركات اللي عمالها بتقدم خدمات الدفع. هاي الشركات ايش بتعمل؟ هي رابطه مع شركات الكريدت كارد زي الفيزا زي الماستر كارد، وبدون الخوض في لغه البنوك ولغه المهنه تماما، اللي بتقولها احنا هاي حسابنا في قطر، هاي بضاعتي، ايش بكم معنا؟ بيعطوكم الادوات التقنيه، روابط التقنيه، شركات الويب ديزاين وشركات البرمجيات او الشريك التقني يعرف كيف يربط معها. ما فيش اي تحدي في هذا الموضوع. اذا انتم شئتوا ان تستفدوا بحاجه انكم تجيبوا بعض المبرمجين وهم كمان راح يقدروا يساعدوكم. الاجراءات القانونيه والاداريه برضه المبرمج بيقدر يشغلها معكم بشكل سهل. طيب جميل جدا، اوكي اقتنعنا بدنا نعمل الانترنت، بدنا نعمل نقدم خدماتنا على الانترنت، معلومات، كل هالكلام هذا. وبعدين رحنا عيننا منسق، المنسق جاب بعض الشركات في السوق، اخذ نصائح بعض الناس اللي بيعرفوا، استدرج عروض، اعطونا تصميم لويب سايت، ربطونا مع الانترنت. وبعدين اول كم يوم بكتب والله شركه قطر ريل استيت دوت كوم، قريت الويب سايت تبعي جميل جدا، بطلع على العداد تحت اكمل زياره، صارت الموقع واحد اللي هو انا. بعد اسبوع بطلع بلاقي في 15 ابن عمي وموظفي الشركه واصحابنا اللي عملنا عليهم. بعد شهرين ثلاثه بطلع صاروا 100، ابن عمي واصحابه، اصحابي واصحابه، لكن ما تحققش العائد التجاري المرجو. طلع كل الكلام اللي اجى رامي عدوان والاي سي تي قطر عم تحكي لنا اياه حكي فاضي. طب وين المشكله؟ مشكله بسيطه، انه في 3 مليار ويب سايت اليوم موجودين على الانترنت، وعلشان انتم تقدروا حدا يعرف وينكم بدكم تعرفوا تخلوا حالكم ظاهرين وسهلين للوصول اليهم وتقدموا خدمه حقيقيه مش مجرد ويب سايت. اليوم في احدى الاحصائيات تحكي انه في حوالي يعني عدد البلوجز اللي في العالم يتجاوز ال 60 مليون، البلوجز اللي هي ادارات محتوى الناس بتكتب باستمرار عليها، ويتضاعف العدد كل 230 يوم، وكل شخص بيجي على باله فكره بيعمل ويب سايت بعد 3 اشهر بيوقف تحديث المحتوى. يعني بيحط لك 3-4 مقالات بكل مستمر، بده نهضه فكريه للشخص يوثق حياته يعمل انجاز، بعد 3 اشهر بيجي. ليش؟ لانه الناس ما عم تعطيه ردود، ما حدا عم يستفيد منها. طيب وبعدين؟ اتفقنا this is a way of life، هذا نمط حياه بدكم تعتمدوا، فبالتالي صار في ضروره للمنافسه وتقديم افضل خدمه على الانترنت من خلال تفعيل الموقع الالكتروني تبعكم وجعله اكثر استقطابا للناس. من اجل هاي الشغلات في ضروره لاختيار اسم مميز. ما تختار الاسماء الطويله المعقده، اسم بسيط جدا، لا تحاولوا تحطوا فيه شغلات ابتكارات غير لطيفه والله، مثل ارقام الويب سايت بتطولها زياده. في علم لاختيار الاسماء، واي واحد يكتب على الانترنت بيست ويب سايت نيمز هتلاحظوا دراسات بتقول لكم هي الابسط. الاسم بده يكون اقرب ما يكون لاسم شركتكم ولمجال عملكم.
فإذا اخترتوا هذا الاسم بتقدروا تكونوا حليتوا مشكلة كبيرة. التصميم المثير والاهتمام والاحتضان للموقع. التصميم المثير، اليوم نروح على ويب سايت، أول ما بلشت تجربة الإنترنت كانت هاي الأدوات اللي بتصمم المواقع الإلكترونية بتعطي خدمات. الماوس بيصير شكله زي علم، ولما الواحد بيجربه بيصير يعطي دواوير حواليه، وبتروحوا على الويب سايت بتلاقوا مثلا واحد لنفترض من الأردن أو من قطر كثير فخور بوطنه، بيروح بيعبر الويب سايت إعلام بترفرف، في شغلات تصبح مزعجة للنظر. عرفتوا كيف؟ الحقيقة إنه الواحد بفوتها بس بعد فترة الانطباع اللي بتولد إنه هو موقع إلكتروني ركيك لا يقدم كل ذات محتوى، فشكله وتصميمه لازم يكون مدروس. الاحتضان مع شركة جهة تقدم الخدمة بسرعة. إذا إحنا حطينا الموقع على شركة، ولما أنا بدي أحبس على لنفترض قطر realestate.com أو قطر property.com وأخذ من الصفحة الأولى حتى تنزل مجموعة من الدقائق أو وقت منيح، ما برجع لهذا الويب سايت، انتهى الموضوع. خلص ويب سايت وجد فكونا. الاستفادة من محركات البحث وسنتحدث عنها، الدعاية والإعلان زائد البيبر كليك، وهذول رح أحكي عنهم هلا بشكل بسيط. لأخذ شركتي أنا، إذا أنا بكتب تعمير جوردن على طول بيطلع لي أول بند على محرك البحث في جوجل هو تعمير جوردن، وجوجل هو المحرك الأكثر استخداما اليوم في محركات البحث كلها على الإطلاق. ليش بيطلع تعمير جوردن؟ هلا إنه إحنا شركة عظيمة، ولا إنه نحن شركة هل أدى الويب سايت تبعنا مميز؟ لا، مش هذا ولا هذا. لو بكتب على 3 ستار هوتيل بالدوحة، طبعا أنا بدي أبين الفرق إن أنا عم بدور على شيء محدد في الحالة الأولى، وعم بدور على مجال عام في الحالة الثانية. لما بدور على 3 ستار هوتيلز ما بلاقي شيء سهل الاستخدام، لكن بيطلع لي دعايات على الجنب ممكن تساعدني. ومثل هاي الدعايات أنا عمالي بحكي على لما كنا حكينا على المطعم، في مطعم المغرب. النقطة اللي بدي أحكيها هون، في ضرورة للاستفادة القصوى من محركات البحث. اليوم محركات البحث تعمل بآلية بسيطة جدا. أغلب الناس اليوم لما بدها تيجي على الإنترنت بدها تروح على جوجل وتقول والله رامي عدوان، بدي أشوف إيش في موجود على رامي عدوان، بدي أطلع على قطر بروبرتي، بدي أشتري أو أطلع إيش في مشاريع عقار في قطر، أو بدي أكتب قطر construction companies أعرف إيش في شركات إنشاءات في قطر، أو بدي أكتب قطر restaurants، قطر travel agencies، قطر hotels، etc. كل هذه البنود. إيش بيصير الموضوع بهاي الحالة؟ محركات البحث عندها آلية لما بدها تدرج تعمير في البند الأول. المحركات بتطلع عندها إيش بيسموه spiders أو طريقة ping حتى تنسى أو تستقصر من الويب سايتس في الإنترنت بشكل عام. بضلوا يطلعوا على الإنترنت باستمرار، بيشوفوا تعمير جوردن، في موقع اسمه تعمير جوردن، لكن بيلاحظوا إنه في تعمير جوردن متكرر في مواقع كثيرة. بلاحظوا ان الويب سايت تبعنا يحدث باستمرار، ماشي. التصميم تبع الويب سايت تبعنا في الصفحات نفسها في معلومات احنا كاتبينها في البرمجه نفسها، متا ديتا، تعمير الاردن، عقارات الاردن، فيلل، شقق، دخل متوسط، دخل مرتفع، ايش بدكم تسموها، بيكون هذا حاطينها بطريقه مبطنه في الويب سايت تبعنا. فهذه وسائل الاستفاده من محركات البحث. محركات البحث بتستمر في البحث باستمرار. اذا لقيت الاسم عم يتكرر، الويب سايت مصمم بطريقه جيده، فهي تدرجه بشكل مستمر، فهي تكافئ المفعلين واللي عمالهم يحطوا الويب سايت تبعتهم باستمرار. الموضوع الثاني موضوع الدعايه اونلاين. اليوم في كثير من الشركات، انا بدي اطلع على مثل من الاردن تحديدا، جريده الراي اللي هي الاكثر مبيعا في الاردن، الموقع الالكتروني تبعهم يستقطب الاردنيين من كل العالم.
فأي أردني بتلاقيه بيشتغل في كاليفورنيا، عم بيشتغل في قطر، أو عم بيشتغل في أستراليا، بيحب يعرف أخبار الأردن. وإحنا في عنا نقطة على الأردن بنحكيها، إن أول شيء بنقرأ في الجريدة إن صفحة الوفيات دائما لازم نعرف إذا في حدا من أهلنا لا سمح الله ربنا فقده أو شيء. فبيروح الناس اللي في البلاد برا بيحبوا يفتحوا هالصفحة هاي تحديدا ليعرفوا إيش في موجود. لكن مجرد ما عرف إنه هذا الموقع صار يستقطب الأردنيين، صارت الشركات الأردنية تعلن عليه عقارات في الأردن، سرايا اللي هو مشروع عقاري في مدينة العقبة، تلال الحمرة مشروع في مدينة الصلد، تعمير الأردنية مشروع في طريق مادبة. خبرني ويب سايت بيعطي أخبار. فبس عشان ما نكرر، محركات البحث هي الوسيلة المفضلة حتى أي مستخدم يعرف يوصل، سواء بحثوا عنكم بالاسم أو بحثوا عنكم كمجال عمل. أوكي؟ فلذلك بدكم تكونوا ضامنين إنه لما واحد يحط أي شيء قريب أو مشابه لمجالكم أو اسمكم، إنه يطلع اسمكم أول شيء في محرك البحث من خلال زي ما حكينا تكرار اسم الموقع في مواقع مختلفة. كيف بتعملوها؟ شفتوا قطر أونلاين اللي ما فيها أي إدخال. لما شركة بتحط ويب سايت تعتمد من أصحابها ومعارفها، بفوتوا على هالويب سايتس المختلفة، بيصيروا يكتبوا تقييمات عن هاي الشركة. بتحاول تصدر بيانات إعلامية، البيان الإعلامي ما بيكلف، مش ضروري تتعاقدوا مع شركة دعاية وإعلان، بس تتعاقدوا مع حبة بريس ريليس، قام المدير العام بقص الشريط افتتاحا للمبنى الفلاني أو ما إلى ذلك. وبآخر البريس ريليس بتلاقوا فيه مجموعة من المعلومات تحت بتحكي شركة الفلان الفلانية متخصصة في مجال، كل الكلمات اللي ممكن تزيد وجودكم على الإنترنت موضع في البريس ريليس أو البيان الصحفي. فهاي الأمور بتسهل عليكم. أوكي، هايكم عملتوا كل هاي الأدوات اللي بتخلي الناس بسهولة أكبر. بيصير في ضرورة للقياس اليوم أغلب المواقع الإلكترونية، سواء كانت أنتوا حاطينها أو برمجيات خاصة فيكم أو احتضنة مع مواقع عالمية، بتقدم أجهزة وأدوات للقياس، كم عدد الزوار، كم عدد الاستفسارات، كم عدد التعاملات، الفريكونسي أو تكرار الزوار يعني خلال فترة محددة من الزمن، توجهات نقص أو زيادة. فهاي الأمور بتساعدكم إذا قدرتوا تأخذوا هذا الفيدباك بالإضافة لعمل أي نوع من أنواع الإحصائيات أو الاستفسارات السيرفيز أونلاين، بإمكانكم تأخذوا تغذية مرتجعات تساعدكم على تطوير عملكم بشكل أفضل. المهم دائما تأخذوا آراء العملاء وتتأكدوا. واحدة من الوسائل دائما اللي بتساعدكم إنه على البيزنس كاردز وعلى الورق المراسلات الرسمي تبع الشركة، زائد في أي مراسلة رسمية كتابة جملة تفيد، بإمكانكم دائما الوصول إلينا من خلال الموقع الإلكتروني أو الاستفسار من خلال الموقع الإلكتروني. اليوم أي حدا فيكم بده ياخذ هاي الخطوه لقدام مش راح يلمس المفعول بشكل مباشر، هذا استثمار متوسط وطويل المدى. لكن اذا ايقن انه السوق هو العالم، انه العالم تغير، انه صار ضروره انه نحن نكون موجودين على الانترنت، معناته لازم نبدا بهاي الخطوه. وتدريجيا كل شركه تسبق شركه مهيئه لان تنال ربح أكثر وعائد أكثر من خلال الزوار اللي بيستطلعوا وبيستعلموا عنها والشركاء في التجارة. أنا هون أكملت التقديم، فبشكركم على حسن استماعكم وبعطي المجال للمجال.